محمود الخطيب كان له تصريحات خاصة في هذا اليوم، نشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. حقيقة يمكن في مشاعر كده الواحد ما بيقدرش يوصفها، لكن في البداية في شكر لازم أتقدم بيه لبعض الناس الحقيقة اللي هم كانوا بالنسبة لنا النهاردة قيمة كبيرة جدا. وعايز أبتدي بالسادة القضاء، الحقيقة إن هم عملوا مجهود كبير جدا جدا النهاردة. وكمان عايز أشكر اللجنة الأولمبية، لأن اللجنة الأولمبية الفترة اللي فاتت يعني طلعت معانا على كل بنود اللائحة، بشكرهم جدا، ادونا من وقتهم كتير، واحنا كنا حريصين على ده عشان يكون دايما اي حاجة النادي الاهلي بيعملها تكون شيء قانوني وضمن اللوائح والميثاق الاولمبي. في كمان شكر انا يمكن اللي انا شايفه النهاردة هي احتفالية سببها الرئيس الحقيقة الادارة التنفيذية بتاعة النادي الاهلي، من المدير التنفيذي لغاية أصغر عامل في النادي الأهلي، كل واحد كان ليه دور في المظاهرة اللي احنا شفناها النهاردة. واحنا يجب أن يكون النادي الأهلي باستمرار بهذا الشكل إن شاء الله. كمان مش هقدر إن أنا أنكر أبدا دور الأمن، لأن الحقيقة الأمن كان ليهم دور كبير جدا النهاردة في سهولة وخروج الناس، وده الحاجة اللي برضو اللي ساعدت كتير جدا في نجاح هذه الجمعية. كمان عايز أذكر الحقيقة زمايلي في أعضاء مجلس الإدارة كلهم، كل واحد فيهم الحقيقة النهاردة قدم في خلال الفترة اللي فاتت قدم الواجب عليه، إن إذا كانت الأعضاء انتخبونا فانتخبونا لأنهم كلهم عندهم ثقة فينا، ويجب إن إحنا نكون أهل لهذه الثقة، ويجب إن كل واحد كلنا يشتغل الفترة القادمة كلها زي ما قلنا قبل كده قبل الانتخابات بروح الفانيلا الحمراء. هو ده النادي الأهلي. اللي بيسعدني كمان بقى في النتيجة دي وفي إقرار النظام الأساسي، وعايز أقول لحضراتكم من 99 سنة بالتحديد في سنة 1919 كانت أول جمعية عمومية للنادي الأهلي، وتم إقرار لائحة النادي الأهلي فيها. يعني 1908 كانت لائحة كده بتحط ضوابط اللوائح، لكن 1919 كانت أول لائحة، وكان بالنسبة لنا شيء تاريخي. النهاردة هو يوم تاريخي، بعد 99 سنة حضراتكم وجميع أعضاء الجمعية العمومية كلهم شاركوا في هذا الحدث التاريخي. وهنا بقى يجي الدور أو يجي الشكر الموصول الدائم بالنسبة للجمعية العمومية. أعضاء الجمعية العمومية إحنا مش لاقيين كلام أو عاجزين عن لاقي كلام نشكركم بيه، سواء اللي حضر أو اللي ما حضرش، سواء اللي كان موافق أو اللي كان له وجهة نظر أخرى. هو ده النادي الأهلي، وهو ده يجب جميعا نشتغل بهذه الروح. ولكن كمان الشيء المهم ان انا النهارده شفته المظاهره بحقيقي يعني. اهم ما جاء في كلمه الكابتن محمود الخطيب.